من المعلوم أن أعظم معوقات أمتنا العربية والإسلامية هو رسوخ البدع السياسية والاجتماعية بخطاب ديني محرف. الشيء الآخر قلب مفهوم البيعة الشرعية على الكتاب والسنة من اختيار إلى بيعة إجبار وإنكار للعقد الاجتماعي. في هذا البلد لا زالت ثقافتنا صحراوية، ولا زال الإيمان بالسيف علاجا للأمور أمرا قائما. العائق الأساسي في النظام السعودي هو أن مفهوم الحكم الجبري لا يمكن أن ينتج في ظلاله استقلال قضاء. الحكم الجبري، الملكية المطلقة، لا يمكن أن يوجد فيها استقلال قضاء. الثقافة الرسمية الدينية في المملكة ثقافة قمعية، وثقافة توالي الحاكم أيا كان من خلال مبدأ الاستسلام أو الصبر على الإمام الجائر. ليس في المملكة تجمعات مدنية، لا يسمح بجمعيات ولا بتجمعات ولا بمظاهرات ولا باعتصامات، فمن سيصون القضاء؟ ثم هم يطلقون ولي الأمر وصاحب السمو الملكي على كل فرد من أفراد الأسرة الحاكمة حتى الأطفال، وتمتاز الأسرة الحاكمة بالحماية الأمنية والخدمات، وذلك منبثق من كون أفرادها أصحاب السمو لا من كونهم مسؤولين في الدولة. ويسكن أفراد الأسرة الحاكمة في أماكن فاخرة محددة، ويتمتعون بمدارس ومستشفيات وخدمات فائقة خاصة. هل هذا هو مقتضى البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أفراد الأسرة الحاكمة مستثنون من الأنظمة العامة كالجمارك والتفتيش والمرور ودفع الغرامات، ولا يمكن مراقبة أفراد الأسرة الحاكمة أو محاسبتهم أو معاقبتهم، ولأفراد الأسرة الحاكمة محاكم خاصة بها. الاستبداد الذي وجد في هذه البلاد استبداد مركب، أي أنه استبداد سياسي ديني نتج عن توأم القمع الديني السياسي الذي ابتدأ منذ أكثر من قرنين. لكن المشكلة في بلد قمعي كالمملكة العربية السعودية أنه لا يكفي أن يسجن الشخص وتصدر عليه أحكام، بل هناك مسألتان مهمتان. الأول هو التشويه، تفبركة الاتهامات في محاكمات سرية. يدرسون في معهد القضاء العالي لا يتلقون شيئا عن الحقوق السياسية للإنسان، ولا يتلقون أن معارضة الدولة أمر عادي طالما أن الإنسان لا يحمي سيف. هذه المدرسة الدينية المنغلقة المتحجرة التي هيئة كبار العلماء على رأسها، وهي تشبه الكنيسة الهولندية في جنوب أفريقيا التي قالت للسود: أنتم جنس منحط، عليكم أن تخضعوا لأسيادكم. المحاكمة العلنية ليس حقا للجمهور فقط، هو حق لنا للمتهمين من أجل حمايتنا نحن، لأننا نحن قدمنا أو طالبنا بكشف انتهاكات حقوق الإنسان. وبالتالي القامعون في وزارة الداخلية لا يريدون أن يحاسب الذين انتهكوا حقوق الإنسان، فبالتالي يريدون أن يضربوا دعاة حقوق الإنسان لأنهم الخط الأمامي للدفاع عن الحقوق.